ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون نصائح وارشادات للوقايه من فيروس كورونا. انا لقيت ان في كذا دكتور اي نصايح واي تعليمات للوقايه من الفيروس، فانا حبيت ان انا اشاركها معاكم، لاني انا بقيت كل شويه ابعت لاي حد اعرفه النصائح دي او اقول اعملوا واحد اتنين تلاته، حبيت ان انا انشرها مع الكل. حبيت ان انا اعمل الفيديو ده للتوعيه للمتابعين بتوعي، حتى لو هم مش كتير، بس ان انا اكون قلت لهم الحاجه اللي انا اعرفهم علشان ابقى رضيت ضميري. ويا ريت لو اي حد عرف معلومه ينصح بها غيره علشان غيره يقول لي غيره، علشان يبقى فيه توعيه ما بين الناس. اول حاجه طبعا وللكل بينصح بيها غسيل الايدين. رحت الشغل، اول ما تروحوا اغسلوا ايديكوا، لو هتاكلوا قبل ما تاكلوا اغسلوا ايديكوا، والافضل طبعا ان انتوا تكونوا عاملين الاكل بتاعكم معاكوا، يعني لو في الشغل ناخد الاكل معانا، مش هنتاخر لو عملنا سندوتشين واحنا رايحين، واحنا بنغسل ايدينا او واحنا جوه التويليت ما نمسكش اي حاجه بايدينا. افضل حاجه ان احنا نلبس وانتيات بلاستيك كده زي الاكياس النايلون، ممكن نلبسها ودي بتبقى رخيصه، ويا رب ان شاء الله تفضل متوفره، لان هي لحد دلوقتي انا اي حاجه بنتكلم فيها ان هي هتبقى للوقايه او ممكن نستخدمها كوقايه بلاقيها اختفت من السوق. حتى الجيل المطهر اللي انا عملت معاكم قبل كده كانت من مكوناته الكحول، وبسال صيدلي كذا صيدليه بسالها على الكحول، لقيتهم بيقولوا لي ان بقى فيه نقص، وحتى الازازه اللي كانت بتتجاب ب 10 جنيه و15 جنيه لما بقيت الاقيها ب 50 جنيه. فربنا يستر يعني، ونفضل نلاقي الحاجة موجودة. بس لحد دلوقتي انا بلاقي الكياس دي او اللي هي الجوانتيات اللي على شكل كياس، وبتبقى رخيصة. الكياس فيه شوية كتير، يعني مش فاكرة قد ايه، بس فيه شوية كتير، ويبقى الكيس ب 2 جنيه ونص، ممكن نلاقيهم في محلات 2 ونص. ممكن نلبس الاكياس دي في ايدينا واحنا في المترو او واحنا داخلين تويلت، حتى واحنا بنفتح الحنفية برضو نكون لابسين الجوانتي البلاستيك او بمنديل، نرفعها بمنديل ونرميه، وبعد كده برضو واحنا نقفلها بمنديل ونرمي المنديل. لو احنا طالعين في اسانسير يا اما بمنديل ونرمي المنديل، يا اما برضو بالكياس البلاستيك. يعني انا شايفه الافضل علشان ما نفضلش ان احنا ننسى، نمشي بالكياس البلاستيك في ايدينا. هيجي الجو يحرر ومش هنستحمل بلاستيك في ايدينا، هنستخدم المناديل، وممكن بالمناديل المبلله نفتحه ونرش فيه كله كحول، ممكن برضو ده هيبقى مطهر. في بقى حاجه كمان مش مكلفه خالص، اللي هو الكلور، ان احنا نجيب لتر ميه ونحط عليه، هم بيقولوا 2 سنتي كلور بس، يعني لو احنا حطينا شويه حلوين كده مش هيتقال لا للاسطح. يعني هو المهم ان احنا مثلا ما نرشوش في الجو، فممكن يحصل لنا اختناق من ريحه الكلور، لكن لو احنا هنستخدمه للاسطح ممكن يبقى اكتر من 2 سنتي عادي. ممكن نحط الغطا على لتر ميه ونرشه على الاسطح، اي اسطح احنا هنتعامل معاها، يعني مثلا في البيت على الترابيزات، على الرخامه، على المقابض بتاعه البيبان. ويا ريت بقى لو احنا عملنا حاجه كده صغيره رشاش قبل ما ندخل بالشوز الشقه، نرش كده من تحت الشوز وندخل نقلعها، والافضل طبعا ان هي تبقى بره، نرشه على اي مكان احنا بنتعامل معاه او ممكن ايدينا تيجي عليه. طبعا ده هيكون لو انا بتعامل مع الكمبيوتر، يبقى على الكيبورد، على الماوس، ارش على اي اسطح، على اي مكان انا هتعامل معاه في الشغل. وحتى الفلوس اذا كانت عمله ورقيه او فضه دي نخلي بالنا منها، لان دي برضو من الحاجات اللي بتحمل من غير اساسا اي فيروسات، بتبقى مليانه ميكروبات، فاحنا ممكن نخلي معانا في الشنطه برضو نفس ازازه الميه وعليها كلور، ازازه صغيره كده زي ازازه البرفيوم، ونرش على الفلوس الفضه مثلا ونمسحها بمنديل، او الفلوس الورق نرش عليها بس كده رشتين ونحطها في الشنطه، مش هيحصل لها حاجه ومش هتبوش. وحتى الاي تي ام ممكن ان احنا نرش رشتين كده برضو بميه بكلور ونمسح بيهم الزراير مع الشاشه، ولا بلاش لحسن يحصل مشكله المكنه وهي تبقى اساسا متلصمه ولا حاجه وتيجي فيكوا انتوا. ففي الاي تي ام نلبس برضو جوانتي، افضل جوانتي بلاستيك، علشان برضو الاي تي ام مصدر للعدوى كايد وكفلوس وككل حاجه. يعني نيجي بقى للخضار، الخضار او اي حاجه احنا بنشتريها من بره قبل ما ناكلها، الخضار او الفاكهه نحطها في ميه سخنه. هما الدكاتره بيقولوا ميه سخنه كفيله انها تموت اي حاجه، بس انا بالنسبه لي برتاح اكتر لما بحط خل. بالنسبه للعيش ممكن نحطه في المايكرويف او الفرن او نسخنه على البوتاجاز. ومن ضمن الحاجات المنتشره واللي انا قريتها ان الفيروس لو موجود على اي اسطح وفضل لمده 24 ساعه بيموت لوحده، وطبعا دي معلومه غلط، لان الابحاث اللي اتعملت على فيروس كورونا لقيت انه يقدر يعيش لمدة 9 أيام على الأسطح الملوثة بالفيروس، إذا كانت معدنية أو بلاستيكية أو زجاجية، في درجة حرارة الغرفة اللي هي من 15 ل 20 درجة. إذا قلت عن كده
النشاط بتاعه بيزيد اكتر، وممكن كمان يعيش لمدة 28 يوم. ولكن لو وصلت درجة الحرارة ل30 و40 درجة هو موجود برضو، بس بتنخفض نسبة العدوى، ولكن موجود ويقدر يعدي. وعلشان كده بقول لكم نفضل نمسح الاسطح بمية بكلور او اي مكان بنلمسه او اي حاجة ممكن تيجي على ايدينا ما نكونش عارفين هي كانت في ايد مين قبل ما تيجي معانا. ونحاول ان احنا نعلي مناعتنا بان احنا ناكل كل يوم طبق سلطة، ناكل فاكهة، نشرب مية كتير 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 على قد ما نقدر، ونحاول نتعرض كتير للشمس. او اذا ما فيش شمس ممكن، يعني انا عن نفسي كان الدكتور قايل لي كده ان انا اشرب ازازة فيدروب كل اسبوع، اشربها مرة واحدة كل اسبوع. دي برضو حاجة من اللي بتعزز المناعة ومفيدة للعظم ومفيدة لحاجات كتير. ويا ريت يا جماعه ما نتكسفش ان احنا نبقى لابسين الماسك، ان احنا نبقى لابسين جواندي. ما نتكسفش، اللي هيبص لك ويضحك النهارده بكره هيعمل زيك. لما يلاقي حاله في الشغل عنده ظهرت، لما يلاقي حاله في العماره اللي ساكن فيها ظهرت، هيبتدي ان هو هيخاف وهيعمل زيك واكتر كمان. فاحنا ما نستناش ان يظهر حاله عشان ناخد بالنا من نفسنا، احنا نخلي بالنا من نفسنا علشان ان شاء الله ربنا يستر وما يبقاش فيه اي خساير. وفي كمان حاجة ان الماسك مش بيتلبس طول اليوم، الماسك اللي هو بيبقى بخمسة جنيه ده مفروض انه بيتغير كل 4 ساعات. في كمان انواع تانية بتقعد طول اليوم، لكن اذا حد فيه عنده مشكلة ان هو هيستخدم كام واحد ليه ولأسرته هتبقى ميزانية تانية. انا شفت طرق كتيرة ازاي ان انا اعمل ماسك امن بطريقة سهلة، وشفتها على كذا موقع وموقع وزارة الصحة اليابانية. هعمل فيديو في كذا طريقة وان شاء الله برضو هنزله على القناة. وفي الاخر اتمنى يكون الفيديو افادكم، وياريت ليه يعرف اي معلومة يفيد بها غيره، علشان احنا دلوقتي في وقت محتاجين كلنا نوعي بعضينا، محتاجين اللي يعرف حاجة يقولها للتاني. ممكن انا اكون في حاجة معرفهاش، لو حد تاني قالها لي هيفيدني بالمعلومة. وياريت تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس وتستفيد بيه. ودمتم جميعا بخير وفي رعاية الله وحفظه، واشوفكم في فيديو جديد. Bye-bye.